من بوغزول إلى ولاية الأغواط، خط السكة الحديدية سيكون جاهزا بفضل العقول والسواعد الجزائرية لإعطاء المنطقة ديناميكية كبيرة والتخفيف على طريق السيار عبء المركبات الكبيرة والثقيلة وفتح مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. المشروع هذا مشروع هام ومهيكل. الإيجابيات تاعه والشيء المنتظر أولا أنه وسيلة نقل حديثة جدا، ما نخفاش علينا أن القطار هذا بسرعة 220. الأمر الثاني في نفس الوقت للمسافرين وللبضائع، الشيء اللي راح يخلي ولايتنا إن شاء الله تكون 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 قاعدة لوجستية راح تثمن كل النشاط الاقتصادي الحيوي الرابط ما بين الجنوب والشمال. الشيء اللي يخلينا أولا نفتخر بهذا الوسائل الوطنية اللي اقتحمت هذا المجال اللي هو مجال صعب، ولكن ما خلاش الإطارات تاعنا أنهم اليوم متحكمين بجدية في الموضوع. بالنسبة للأشغال إلى حد الساعة تقدر بحوالي 83% بالنسبة للمشروعين، هذا بالنسبة للأشغال. هذا كان من ضمن المقاطع اللي كان فيها بعض العوائق، كلها إجمالا كانت تقدر بحوالي 4 كيلومتر. ولاية الجلفة بموقعها الاستراتيجي والحيوي وشساعة مساحتها الجغرافية وحدودها مع ولايتي المدية والأغواط، سيكون مشروع السكة الحديدية رئة اقتصادها وقاطرة التنمية بامتياز.